أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون طالون صدق الله العظيم.